البطولة السوبر مثلا. هي بتختلف بس اختلافات بسيطة بأمانة في يعني. الاخر هي ماتش اهلي وزمالك. الدوري يعني شوية بتبقى الأعصاب أهدى سنة، لكن هي بطولة يعني. حتى لو أنت بتلعب الزمالك في الدوري ف شوية اطمئنان، مثلا خلينا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، الأهلي راكب بفرق نقاط عن الزمالك حتى لو لعب المؤجلتين، لأن الأهلي والزمالك عندهم نفس عدد المباريات. فأنت بتتكلم على فرق نقاط كبير، 14 نقطة شوية هتدي هدوء شوية. إنما يبقى بقى أهمية المباراة برضو ترجع تاني تبص تلاقيها فيها شوية نوع من الحساسية من البطولة الخاصة، إنما أيا كان حتى لو أنا فارق بعدد نقاط، حتى الزمالك لما بيتأخر بعدد نقاط كبير هو يهمه إنه يكسب الأهلي. فهنا بترجع تاني تدي الأهمية القصوى للمباراة يعني. إنما طبعا بتزيد مع مباراة زي بتاعت بكرة، دي بطولة أصل، هي بطولة حسب بطولة، يقول لك أنا خدت منك بطولة، رغم طبعا الفرق الكبير، أنت بتتكلم في 11 لقب لثلاث ألقاب، لكن بتبقى هي بطولة مهمة يعني. انت جبت جول اهو في الزمالك. بس ده كان في الدوري. ده في الدوري يعني. ده ما كانش في ايام بطولة سوبر. ما كانش لسه اتعمل. لا لا لا، هي اول حاجة اتعملت 2001. 2001. بدأت 2001، ده كان موسم 93 94 في حسين السيد. في حسين السيد. هو فاتح الضيقة اسلام. فاتح الضيقة. لازم احطها له كده. معلول ممكن يحطها كده بكرة ولا ايه؟ ها؟ لو لعب يعني. علي معلول؟ علي معلول من لعيبه ممكن يفضل، بس حط بطن رجله مش بالخارجي. بيعمل ان هو هيلعب بطن. حط مش فاكر برضو جون قريب كده ولا حطها، لا جت في رجل حد. جت في رجل اعتقد في مباراه